السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نتكلم عن علاج فعال جدا لمشكلة الكساح، ورخيص، يعني حضرتك مش هتصرف اي حاجة خالص، يعني مبلغ زهيد جدا مقابل ان انت تعالج مشكلة الكساح عند الطائر. وانا اكرر كلمة علاج مش وقاية، يعني العلاج ده ما ينفعش تستخدمه علشان تمنع حدوث الكساح، لكن تقدر تستخدمه علشان تعالج الكساح اللي موجود بالفعل. يعني الطائر دلوقتي لو عنده كساح استمر على الدواء ده، او قدم ايه الدواء ده، قدم الدواء ده للطائر، هتلاقي الطائر باذن الله في فتره قصيره جدا اتعالج من مشكله الكساح. نتكلم عن الدواء ده بالتفصيل، لكن قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في الأول لازم نتكلم عن المكونات بتاعة العلاج ده. العلاج ده مليان ببعض الفيتامينات والأملاح، يعني مثلا في فيتامين دي 3، الكالسيوم، في مغنيسيوم، في زنك، في نحاس، في منجنيز، في سيلينيوم، في يورين، تمام، وفي بعض المكونات الأخرى زي كربونات الكالسيوم، هيدروكسيد المغنيسيوم، في نشا، النشا بتاع البطاطس، في كبريتات الزنك، في هيدروكسي بروبيل، وحاجات كتيره جدا، ثاني اكسيد التيتانيوم، وفي شراب الذره، وفي اكاسيا، وفي ثلاثي الجريدات متوسطه السلسله، وفي ثنائي اكسيد التيتانيوم واكسيد السيليكون واسكريت الصوديوم ومضادات الاكسده، وحاجات كتيره جدا، وبورات الصوديوم وصمغ السليلوز والمتشابك طبعا، وكبريتات المنجنيز وكبريتات النحاس، وتفاصيل كتيرة جدا كلها بتعمل في اتجاه واحد. المكونات دي كلها اللي حضرتك سمعتها، الصداع العلمي ده اللي حضرتك سمعته ملناش دعوه بيه، احنا كده كده طيور فوق السطح، يعني بنتكلم عن الطيور اللي على السطح. فيهمنا بقى ايه؟ الزيتونه ولب الموضوع سريعا، تمام. الدواء بما يحوي من كل المكونات اللي حضرتك صدعتك بيها دلوقتي دي، علاج فعال جدا للقضاء على مشكلة الكساح، علاج فعال القضاء على مرض الكساح، علاج مش وقاية. يعني ما تقدرش تقدمه قبل المشكلة وتقول خلاص كده الطائر مش هيجيله، لا، هو بيعالج المشكلة الموجودة، انما لو الطائر ما عندوش تعمل بقى اساليب الوقاية التانية اللي احنا ايه اتكلمنا عنها كتير في فيديوهات سابقة، تمام. انما النهاردة بنتكلم عن العلاج، وباختصار الوقاية بتشمل ايه؟ بتشمل ان ما يكونش في رطوبة في الفرشة بشكل اساسي، وان يكون في كالسيوم بالنسبة للطيور بشكل اساسي، حجر جيري، بودرة بلاط، جير مطفي، قشر البيض بتاعهم، تمام، اي عنصر كالسيوم مفيد ليهم، بواقي السمك، شوك السمك، عظم السمك، كل الحاجات دي مليانة كالسيوم استفيد بيها، تمام. ولو عايز حاجة بشكل دوري موجود على طول فهي جير، الحجر الجيري، الحجر الجيري مطحون عندك تطحنه وتخليه على طول قدامهم، كل ما يحتاجوا كالسيوم ما يروح ياكلوه، تمام. ده حاجة وقائية، والاساس طبعا ان انت تحافظ على الفرشة من الرطوبة، تحافظ على الفرشة من الرطوبة، لان الرطوبة هي الحاجة الاولى اللي بتؤدي الى حدوث الكساح. مية في الفرشة، رجليهم في المية، رجليهم هتتعب، العظم هيطرى، فهيحصل كساح على طول بشكل مباشر، حلو. وطبعا في حاجات بتؤدي للكساح بسبب سوء استخراج الكتكوت من البيضة، او ان انت لما تيجي تستخرج الكتكوت من البيضة ما بتصبرش عليه، ما بتسيبوش يطلع لوحده، بتطلعه في اخر يوم او اخر يومين بنفسك، فبيطلع بيبقى السرة لسه ما اكتملتش وفي صفار لسه وجسمه لسه ما اكتملش، فساعتها هيطلع عنده التهاب سرة وكساح، شيء طبيعي جدا. ففي حاجات كتيرة جدا ممكن تؤدي الى حدوث الكساح لازم نبعد عنها علشان نعمل الوقاية. انما الدواء بتاع النهاردة دواء بسيط خالص، دواء بتاع النهاردة دواء بسيط خالص، واسمه ايه؟ اسمه أوستيوكير. الدواء ده، تمام، مؤثر جدا في موضوع الكساح وعلاج الكساح. الدواء ده فيه منه شكلين، أوستيوكير ده فيه منه شكلين، يا اما على هيئة تابلتس اقراص، تمام، يا اما على هيئة شراب، حلو، يا اما اقراص يا اما شراب. الاقراص اغلى شوية، تمام، طبعا بيبقى فيه تكلفة اغلى لتصنيع الادوية الاقراص، لان بيتم تكفيفها او يتم بقى ايه تشكيلها على هيئة اقراص وكل الكلام ده. احنا مش عايزين الاقراص اصلا، احنا عايزين الشراب، الدواء السائل أوستيوكير، الشراب السائل. ليه؟ لانه ارخص وهيفيدنا بشكل اسرع،
تمام، بدل ما تجيب القرص ده وتدوبه في ميه، لا هو اصلا ميه، هو اصلا شراب حلو، وكده كده هتخليه عندك في التلاجة تحافظ عليه في درجات حرارة اعتيادية، درجات حرارة مش عالية تمام، او لو متخفض منخفضة عادي جدا مفيش مشاكل، اهم حاجة ما تبقاش درجات الحرارة عالية والحر احنا داخلين عليه فيتشال في التلاجة. اوستو كير ده الشراب له فوائد كتيرة جدا تمام، بيساهم في الامتصاص والاستخدام الطبيعي للكالسيوم، بيحافظ على صحة العظام الطبيعية وتمعدن العظام الامثل، بيستهدف المصابين بحالات نقص نسبة الكالسيوم في العظام، بيساهم المغنيسيوم في دعم وظيفة العضلات الطبيعية، وبيستخدم لعلاج الحالات المصابة بهشاشة العظام، وبيعمل أوستوكير ده الأقراص أو الشراب على تقوية العظام وتكوينها، وبيساعد في علاج التقلصات اللي بتصيب العضلات والتشنجات عند نقص فيتامين د، بيستخدم في علاج حالات الكساح عند الطيور، وبيساعد في علاج حالات نقص فيتامين د، هقول لك ازاي تستخدمه لكن لازم اقول لك الفوائد بتاعته تمام، بيستخدم في كل المشاكل اللي ممكن تتعلق بالعضلات او العظام او المفاصل، اي حاجة فيها كالسيوم، اي حاجة فيها معادن تمام، هو بيتعامل معها بشكل طبيعي جدا وقوي جدا، لانه مليان بكل الفوائد دي بنسب متناسبة او بنسب متوازنة جدا تمام. ازاي تقدمه؟ هنجيب الشراب مش هنجيب القراص تمام، غطى واحد لللتر، غطى واحد من الشراب ده لللتر، هتستعمله قد ايه؟ هتستعمله لحد ما الطائر يشفى من المرض ده، تستعمله لحد ما الطائر يشفى من الكساح اللي عنده تمام، ولو مصحيش فانت هتكمل، هتكمل وهيصحى باذن الله، يعني مش هيصحى من اول مره ولا تاني مره ولا تالت مره، انت هتكمل لحد ما الطائر يستعيد الكالسيوم اللي في جسمه، ولحد ما الطائر يمتص الكالسيوم اللي بياكله بشكل كويس. لازم تحافظ على جسم الطائر برضو، تديله اكل الفتره دي وهو عيان، وتنظف الفرشه تحتيه ما يكونش فيه رطوبه، يعني تعمل اجراءات كتيره جدا عشان تحافظ على جسم الطائر بشكل عام علشان يستجيب للعلاج، لان انت لو حطيته في ظروف اصلا تجيب له كساح، تجيب له هشاشه عظام، واديته دواء للكساح وهشاشه العظام مش هيعالجه، لان انت بتدي له الدواء والمرض في نفس الوقت، لا عايشه في ظروف سليمه، اكله اكل صحي، وادي له نسبه علف كويسه، حجر جيري خليه حواليه على طول، كل التفاصيل، خضروات، نظافه مستمره، تهويه جيده، الشمس بتاعت اليومين دول مش حارقه قوي، خليه برده يعيش شويه في الشمس، يعني ادي له فوائد كتيرة جدا وادعمه من كل الجوانب، وادي له كمان أوستوكير ده الشراب، هيكون مفيد جدا لعلاج اي مشاكل تتعلق بالعظام. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، وتشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.